لا هو الحمد لله يا فندم، هو مفيش تغيير مسارات، هو فقط امام السنترال الاوبرا اللي هو الجزء اللي امام السنترال مباشره. هو في تحويله جزئيه، يعني الاتجاهين بقوا اتجاه واحد امام السنترال فقط. الاتجاهين بقوا اتجاه واحد منطقه السنترال فقط. هو المنطقه حتى الان الحمد لله مفيش فيها تحويلات، مفيش فيها كثافات مروريه. الخدمات موجوده بالفعل مكثفه، تعليمات علاء الدجوي مدير الاداره عمر نور القاهره، ومكثفين بنفس المحور. عدا ذلك بالنسبه للمحاور بصفه عامه، بالنسبه لمحور القاهره، محور الكورنيش الحمد لله قادم والمنتجع مع خدمات شبرا العلوي، خدمات القلوبيه الحمد لله حاله مرضيه تماما في الاتجاهين. ايضا مع منافذ الجيزه، مع كوبري اكتوبر وكوبري الجامع وكوبري عباس، الحمد لله قادم ومنتجع الحاله مرضيه تماما. هو فقط اعلى كوبري اكتوبر القادم من المنطقه الشرقيه، القادم من مدينه نصر اتجاه اعلى مدار رمسيس، مصادمه بين ثلاث سيارات قبل مدخل الوسطى المعلقه، قبل مدخل الوسطى المعلقه. حاليا بيتم رفعهم بالفعل، ادت لكثافات القادم من مدينه نصر على كوبري اكتوبر، وكان يفضل بتغيير المسارات بالنسبه للساده المستمعين قائدي السيارات. يمكن بالنسبه بديل كوبري اكتوبر، يمكن مع مسطح اكتوبر ميدان العروبه يسارا صلاح سالم، او استكمال مباشره على كوبري العباسيه فمحور رتبه السيد فمحور اكتوبر من مطلع بغوص مره ثانيه، او يمكن استكمال محور صلاح سالم يسارا اتجاه خدمات اعلى كوبري فردوس، استكمال محور الازهر او نفع الازهر، او استكمال خدمات السيد عيشة. هو فتره وجيزه جدا، يعني خلال 5 دقائق هيتم ان شاء الله رفع اطراف المصادمه وعوده الحاله المروريه طبيعتها. وايضا من حوالي 10 دقائق مصادمه ومصابه محور السراد قبل مطلع كوبري التونسي القادم من المعادي اتجاه خدمات الابجيه. وتم تجنيب السياره المسببه في المصادمه حاليا اقصى الجانب الايمن. عبور شارع برضو يا فندم؟ عبور شارع فعلا قبل كوبري التونسي القادم من المعادي فندم. طب بالنسبه للطرق بقى السريعه، يعني النهارده الخميس اعتقد انه في بدايه الويك اند، يعني في ناس بتتجه الى الساحل الشمالي، في ناس بتتجه الى محافظاتها سواء بقى طريق الزراعي او الطريق الصحراوي، ايه الوضع؟ هو احنا بالفعل كان بيتم التنسيق مع الاداره العامه بصفه مستمره، احنا مرور القاهره بيتم التنسيق، وده تنسيق مباشر ومستمر على طول 24 ساعه مع الاداره العامه للمرور والطيران بالنسبه للطرق، ومع الاداره العامه للمرور. طريق الزراعي حتى الان الحاله مرضيه ايضا في اتجاهين، الصحراوي الحاله مرضيه. الدايري الاعلى السلام واعلى المرج وايضا مع خدمات اعلى المنيف الحاله مرضيه تماما في اتجاهين الان، انا بتكلم سعادتك في الان الحاله الحاليه اللحظه دي. ايوه فالحمد لله بيتم التنسيق مع الاداره العامه للمرور والطيران بالنسبه للطرق السريعه. وبالنسبه الان في عطل حاليا مدخل نفع الازهر المتجه من صلاح سالم اتجاه خدمات ميدان الاوبرا اتجاه وسط المدينه. الونش تم الدخول حاليا لرفع، هي سياره معطله، لرفع السياره المعطله الان ان شاء الله فتره وجيزه، ويتم ازاله السبب ان شاء الله بالنسبه للاتجاه. شكرا جزيلا الملازم